صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، وذلك من الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم والأزهرية علمي للعام الحالي والأعوام السابقة بنسبة 60%. تعلن وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025. من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو شهادة الثانوية الأزهرية علم للعام الدراسي الحالي أو أي عام دراسي سابق بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وألا يقل السن المتقدم عن 18 عاماً، وألا يزيد عن 25 عاماً في أول أكتوبر 2024. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من يوم السبت 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استفائها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر. تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي سنتين دراسيتين، وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة. الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر على فترتين بنظام الإقامة الداخلية بمعهد معاون الأمن، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام. مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يحصل الطلاب المنتظمين بالدراسة على مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.